اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تي في. مرحبا بكم مباشره من مدينه خريبكه. مرحبا بكل متتبعي قناه شوف تي في اينما كنتم مشاهدينا داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن. في اطار الورش الكبير الذي اطلقه صاحب الجلاله الملك محمد السادس واللي كيهدف لاصلاح شامل للقضاء المغربي، كيجي دور الوداديه الحسنيه للقضاة في مواكبه هذا الاصلاح وتدعيمه بكل فعالية بمساهمة جميع القضاة في تجديد الصرح المشترك للعدالة والتكوين المستمر وتحديث القضاء. وهكذا أصبحت الودادية الحسنية للقضاة كتشتغل من أجل قضاء نزيه قوي كفء ومستقل. كما حرصت الودادية الحسنية للقضاة كجمعية قضائية كتهمها مصلحة الوطن والمواطنين والإنسانية تأتي قبل كل شيء، حرصت على التواجد في أعمال الخير ومساندة الفئات الضعيفة، وما ننسوش المبادرة اللي قامت بها الجمعية من اللي ساهمت في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، حيث أطلقت حملة تبرعات واسعة بين صفوف جميع القضاة. اليوم خوتي المغاربة، هذه مبادرة أخرى كتفرح القلب وكتبشر بالخير، التفاتة عطف وحنان من جسم القضاء. الودادية الحسنية للقضاة يعني لهذه الفئة ديال الناس بدون مأوى، تيقولوا ليهم انتوما ماشي بوحدكم، نحن بجانبكم. جابوا ليهم هدايا وأغطية ومعونات مشاهدي قناة شوف تي في، وهذا يعني إشارة، هذه إشارة قوية أن المغربي مهما كانت مكانته ومهامه ومراتبه فهو دائما يبقى ولد الشعب من وإلى الشعب. فالشكر الجزيل للودادية الحسنية للقضاة بنت الشعب على القلب الرحيم وعلى إنسانيتها وتضامنها مع الفئة الهشة. فإلا جينا نسولو بزاف دائما تنشوفوا مشاهدي قناة شوف تي في، القاضي دائما تيكون مثلا لبس واحد البدلة، فوراء هذيك البدلة راه كاين إنسان. خليكم معنا مشاهدي قناة شوف تي في ناخذوا الكلمة. فاليوم ينظم المكتب الجهوي خريبكة للودادية الحسنية للقضاة زيارة لمركز دفء لإيواء الأشخاص بدون مأوى، مع تقديم مجموعة من المساعدات لهذه الفئة من المجتمع. فمرحبا بكم خوتي، ناخذوا الكلمة من عند الأساتذة. مرحبا بك أستاذ. السلام عليكم. تكريسا للعمل الانساني الاجتماعي الذي ما فتئت الوداديه الحسنيه للقضاة على تكريسه، وبتوجيهات من الاستاذ الفاضل السيد الرئيس السيد عبد الحق العياسي، نظم المكتب الجهوي للوداديه الحسنيه للقضاة اليوم زياره للمركز ديال المأوى ديال الاشخاص في وضعيه هشه. الغايه هي تقديم بعض المساعدات اللي كتشمل البسه واغطيه افريشه، وكذلك بعض المساعدات الغذائيه. هي التفاته باسم جميع قضاة الدائره القضائيه الاستئنافيه بخريبكة والتي استهدفت هذه الفئه الهشه. وبهذه المناسبه نقول لهذ الاشخاص على انكم كما قلتوا ماشي بوحدكم، القضاة هما جزء من المجتمع، ما يمكنش ما يحسوش بهاد الناس. كنقول لهم على ان هاد الناس اللي كيتسموا اس دي اف حنا معاكم دائما، وهذه غير مبادره اوليه وغتشملها مبادرات اخرى ان شاء الله باسم المكتب الجهوي للوداديه الحسنيه للقضاة. وشكرا. شكرا لكم استاذ. شكرا. نعم استاذ وسيد الكلمة. الله يخليك. الله يخليك السادة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كما كتعرفوا في اطار العمل الجمعوي ديال الودادية الحسنية للقضاة كانت هذه المبادرة هذه اللي بغينا نساهموا من جانب ديالنا كممثلين المكتب الجهوي الوداد الحسنية الوداد الحسنية للقضاة على مستوى الدائرة الاستئنافية لمدينة خريبكة. نساهموا ونشتوا الأجواء اللي كاينة ديال البرد، خصوصا أن هذا المركز هذا كيقدم الدعم للناس، أغلبية الناس اللي ما عندهمش مأوى. من جانبنا بغينا نساهموا واحد المساهمة ولو بسيطة مع هاد الناس هادو إن شاء الله، واللهم يسر. شكرا. شكرا. السادة مقاربة النوم كيف ما قال الله. يعني هنا
معنا مشاهدي قناه شوف تيفي كما كتشوفوا معنا، يعني الهدايا اللي جابوا جسم القضاء كما تنقولوا خوتي تيفرحوا الاشخاص بدون ماوى اللي كيتواجدوا في هذا المركز، فوالله الشكر الجزيل. فاحنا دائما تنشوفوا القاضي وراء هذيك البدله، تنشوفوه حنا غير تيحكم، ولكن لا راه انسان كيبقى انسان حتى هو، تيفكر في الفئه الهشه وحتى هو تيبغي يدير الخير، حتى هو تيحس بالناس الاخرين. وهذه كما تشوفوا يعني موجه البرد، جابوا لهم حوايج سخان، جابوا لهم مانطات. نعم كذلك مواد غذائيه مشاهدي قناه شوف تيفي، التفاته رائعه من القضاة ودادية الحسنيه للقضاة مشاهدي قناه شوف تيفي. فلتذكير مشاهدي قناه شوف تيفي، حنا كنتواجدوا بمركز دفء لايواء الاشخاص بدون ماوى، وفي زياره للوداديه الحسنيه للقضاة اللي فكروا في هذه الفئه الهشه، وجاو اليوم يفرحوهم، وجاو اليوم يقولوا لهم انتم ماشي بوحدكم. مرحبا، تعرضوا عليا حتى انا باش غنمشي نفطر معاهم. شكرا لكم والله، يعني اليوم شفنا الوجه الاخر، الوجه الاخر تعودنا عليكم يعني ببدله، داك القاضي اللي غير تيحكم، داك القاضي اللي غير تيصدر الحكم ديالو على الاشخاص، ولكن اليوم شفنا الانسان وراء البدله ديالكم. نعم سي جعداوي تعطينا شي كلمة؟ تعطينا شي كلمة يعني اليوم في المركز أنت رئيس؟ نعم أوكي مرحبا. إذا متتبعي قناة شوف تيفي ما بقى لي إلا نقول لكم صباحكم مبروك، جمعة مباركة للجميع، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.